أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الكتاب بأننا مأمورون باتباع عمومات الدين لا تفاصيله، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما الرد على ذلك؟ يقبل الحديث يرد عليه: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما أمور الدين لا، أمور الدين لا يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، إنما أمور الدنيا كتأبير النخل والنزول في المنازل في الأسفار يعني ومعرفة الطرق. الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ دليلا يدله على الطريق في الهجرة لأنه أعلم بالطريق، وهو كافر، الدليل كافر. فأمور الدنيا لا شك أن الناس يكونون متفاوتين في معرفتها، وأما أمور الدين وأمور الشرع فهذه عمومتها وتفاصيلها كلها من الله، ولا يوجد التساهل فيها وأخذ العمومات وترك التفاصيل. من قال هذا من العلماء؟ الدين يؤخذ كله ولا يؤخذ بعضه ويترك بعضه، ويقال هذه عمومات وهذه تفاصيل، ولا يدل عليه قوله أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، لأن هذا في أمور الدنيا كالبيع والشراء ومعرفة الطريق ومعرفة الصناعات والحرف، هذه ما في شك منها. الناس حتى من الكفار من هو يتقنها ويجودها لأنها أمور دنيا. نعم.